وللتعليق على التطورات في الجزائر ينضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. دكتور إسماعيل مرحبا بكم. يعني أخيرا أعلن بوتفليقة استقالته من منصبه، كيف تابعتم قرار الاستقالة دكتور؟ في البداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. في الحقيقة أن الأخبار وأن الأحداث تتسارع بسرعة وبقوة. لاحظنا ان منذ يومين كان تقريبا بيان الذي اصدره قائد الاركان على اساس تفعيل الماده 102 مع المادتين السبعه والثانيه، ثم لاحظنا ان الذين هذه الجماعه التي كانت او هذه القوه غير الدستوريه التي كانت تحكم بالبوتفليقه تصدر أو تعين حكومة استفزازية للذهاب أو استفزاز الشعب على أساس أن الشعب سيخرج ضد المؤسسة العسكرية. لكن لاحظنا اليوم وكان فعلا حقيقة أنا يعني كنت مع الجماهير وكنت أستفسر من كل الجماهير، فكانت هناك يأس وهناك إحباط على أساس أن هناك تلاعب بين المؤسسة، هذه مؤسسة الرئاسة ومؤسسة الجيش. طيب دكتور، قيادة الجيش استبقت استقالة بوتفليقة وقالت أنه لم يعد هناك وقت ليضيع وأنه لابد من التوجه فورا نحو تطبيق المادة 102 من الدستور. دكتور، السؤال المطروح هنا، هل استجاب بوتفليقة للجيش أم للشارع المنتفض؟ يا أستاذ، قضية أبو تفليقة منتهي ومتوفي، وحتى هو موت سريري أو موت حقيقي. الآن هؤلاء هو شقيق الرئيس، أشقاؤه آل بوتفليقة هم من يحكمون بوتفليقة والجماعة التي كانت مستفيدة. الآن هذه قيادة الأركان الآن حسمت الأمر وقالت أن هناك قوى غير دستورية تحكم بوتفليقة وأن خاتم الجمهورية يتم اغتصابه. الآن بعد هذا المخاض والشعب كله يعلم بأن المؤسس أما أن الرئاسة مغتصبة وأن بوتفليقة منتهي وأنه ميت، وأنه الآن هناك جهة كانت تصر على البقاء وعلى المناورة دائما. ما قاله السيد صالح على أساس أن يعني البقاء في هذه الحلقة وهذه المناورات لا يخدم لا الشعب، هو تخندق مباشرة مع الشعب. ولاحظتم ولاحظ الجميع أن الرئاسة كانت محاطة وكانت يعني هناك تغطية يعني أمنية كبيرة، ووصلتنا أخبار، أنا وصلتني أخبار في المساء على أساس أن سعيد بوتفليقة اعتقاله. طيب دكتور، نستثمر وجودكم معنا والتطورات التي حدثت في الجزائر لابد من التوقف عندها بعد قرار الاستقالة، هل هناك مطالب لا تزال معلقة من قبل الشعب الجزائري؟ لا، هو الشعب الجزائري يريد الذهاب إلى التغيير الحقيقي، إلى الذهاب إلى أن يكون للشعب صوت الشعب، أن يكون الشعب له كل السلطة وله كل السيادة. الآن نحن ذاهبون إلى مرحلة انتقالية، مرحلة انتقالية نحن نؤيد وندعم وقوف أو مساندة ومسايرة الجيش أو قيادة الأركان لهذه المرحلة، لأن هناك كما هو معلوم أن هناك قوى غير دستورية تريد أن تفخخ هذا الحراك السلمي الذي قام ومن خلاله يريد الشعب ان يذهب الى تاسيس جمهوريه يعني دوله القانون. طيب لكن دكتور بعجاله لو سمحتم، هناك من يرى ان ربما السيناريو المصري يطبق بحذافيره وان الجيش يلعب نفس الدور مع الشعب المنتفض كما حدث في مصر، هناك كان هناك المجلس العسكري، هل هناك خشيه من هذه الخطوه دكتور؟ لا، السيناريو المصري نعم.
يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي، على أي حال شكرا جزيلا لكم.